قالت قيادات ونداء السودان بأنه ملاحقة الرئيس عمر البشير من طرف المحكمة الجنائية حتظل غائمة ومستمرة، ووصفوا استهداف طلاب دارفور بالممارسات المخزية، وشددوا على ضرورة استغلالية الجامعات وإتاحة حرية النشاط السياسي في الجامعات. واعتبرت القيادات في ندوة تدشين حملة إرحل لوقف الحرب بدار حزب الأمة القومي في أم درمان يوم الأحد، اعتبرت نداء السودان بأنه طريق الخلاص، ودعا الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة وإمام الأنصار كل السودانيين للإعلان عن رفض الحرب اللي شناها المؤتمر الوطني بالانقلاب الغادر أولا، وقولوا نحن جينا بالقوة وحنبقى بسببها، مما دفع بالكثيرين للعمل على مواجهته بالقوة، ده إلى جانب حرمان الشعب من التعبير السلمي عن مطالبه وتصديه بالقوة النارية للاحتجاجات المدنية في شهر سبتمبر سنة 2013 واليوم في الهجمة المسلحة على أهل الجريف شرق. وأضاف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وهو بيخاطب ندوة تدشين حملة إرحل لوقف الحرب بدار حزب الأمة في أم درمان: لنعلن جميعا رفض الحرب التي شنها المؤتمر الوطني، أولا بالقيام بانقلاب غادر، وثانيا بمقولة نحن جئنا بالقوة وسوف نبقى بفضلها، ما دفع كثيرين للعمل على مواجهته بالقوة، وثالثا لأنه حرم الشعب من التعبير السلمي عن مطالبه وتصدى بالقوة النارية للاحتجاجات المدنية في سبتمبر 2013 واليوم في الهجمة المسلحة على أهل الجرير شرق. نعم من حق الجميع الدفاع عن أنفسهم إذا هجموا، ولكن كل من يحاول النظام تجنيدهم للحرب نقول لهم باسم الوطن وباسم عدل الدين: أربا سلاح. مؤخرا سجل شعبنا 3 إصابات ضد النظام البائس: الأولى الانتخابات الزائفة التي عزل فيها الشعب النظام، والثانية هي إقبال ممثلي الشعب لحوار أديس أبابا بدعوة من الآلية الأفريقية، وإقبال ممثلي الأسرة الدولية حضورا وغياب ممثل النظام بلا مبرر حقيقي ما أكسبه مقتل الشعب والأسرة الدولية، والثالثة هي تأكيد أن استدعاء قادة النظام للعدالة الجنائية الدولية نشطة وسوف يلاحقهم إن قبض على رئيسهم في جنوب أفريقيا أو لم يقبض، فالملاحقة قائمة ومستمرة ولن تنتهي إلا بموجب المحاكمة أو قرار دولي يسترد للشعب السوداني حقوقه المسلوبة. ومن جانبه أرجع القيادي في قوى نداء السودان وممثل قوى الإجماع الوطني إبراهيم الشيخ أرجع سبب اشتعال الحرب لعجز النخب في إدارة التنوع وعدم تمثيل المناطق المهمشة تمثيل عادل حتى يشعر إنسان الهامش إنه في درجة واحدة مع التانيين. وأضافه بقول: شاهدنا طوال التاريخ بإنه وزراء وزارة الثروة الحيوانية والنقل كانوا من أبناء الجنوب. وأردف وهو بيقول: هذا التهميش المقصود زاد الحرب وكرس للقطيعة. وقال بإنه الخروج من نفق الحرب بات معروف، ووضح الشيخ بأنه الإعلام الرسمي أصبح بوق للحرب وبيدعو للكراهية والفتنة القبلية. وقال إبراهيم بأنه حروب النظام أفظع من حروب الجاهلية، وأضاف بأنه إصرار النظام على رؤية الأحادية واستخدام القوة ما حيحقق الاستقرار في السودان. وأضاف إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني وممثل قوى الإجماع الوطني وهو بيخاطب ندوة تدشين حملة إرحل لوقف الحرب بدار حزب الأمة في أم درمان: هذه الحملة صرخة ولصمت المطبق على حف لم تبقي ولم تذر ولإحراج المتواطئين مع الحرب. هذه حملة نداء السودان من أجل السودان ولأهل السودان أطفالا ونساء الذين يدفعون ثمن هذه الحرب، بينما يحصل آخرون ثمارها ثروات ومناصب ودارات وفنادق. أخيرا تابعتم جميعا ما حدث ليلة البارحة في جنوب أفريقيا، وكيف منع البشير من مغادرة جوهانسبرغ إلى غادرها من مطار الحربي بتلك الطريقة المعلومة لكم جميعا، مزعورا مخلوعا فجأة.
إنها الحرب، إنها الحرب أيضا، وهذه من أعيادها. رمز السيادة ورأس الدولة مطارد بتلك الطريقة المهينة. ما حاجتنا لكل ما كان بالأمس واليوم لولا أن أحزاما يتقدمون هذا الشعب العملاق؟ فإلى متى؟ فإلى متى؟ إلى متى يتقدم الأحزاب وتحرق بلادنا نيران الحروب؟ انهضوا، انهضوا يا أهل السودان، وقولوا لا للحرب، وغنوا للسودان وللسلام، غنوا للسلام الذي نحن به جميعا، واخرجوا للشوارع وطوفوا في معسكرات الرجوع والنزول لتعرفوا ولتلموا بمأساة الحرب وآثارها المدمرة. ومن جانبها أيدت الجبهة السورية، واحدة من تنظيمات قوى نداء السودان، أيدت حملة إرحل لوقف الحرب، وقال ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية وأمين العلاقات الخارجية بالجبهة السورية لراديو دبنجا، قال نحن بندعم الحملة لوقف الحرب اللي بتحملها النظام وبيستثمر فيها. ودعا عرمان في مقابلة مع راديو دبنجا، دعا كل السودانيين في كل المدن وخاصة في المدن اللي بتشهد حروب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، دعاهم للطلوع في مظاهرات سلمية ضد النظام. كما دعا عرمان الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشباب والطلاب والنساء للاجتماع سويا لكشف ما أسماه بسياسات النظام المسؤول الأول عن الحروب اللي بتحصل وبتحمل أوزاره. وأضاف ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية وأمين العلاقات الخارجية بالجبهة السورية لراديو دبنجا في الخصوص ده: الرسالة الأولى، نحن ندعم ونؤيد الحملة لوقف الحرب، والحرب يتحملها النظام، والحرب هي استثمار خاص بالنظام، وإنه الآن الأوان للسودانيين في كل المدن بالذات المدن التي تنشر الحروب في دارفور، في جنوب كردفان، جبال النوبة، وفي النيل الأزرق، أن يخرجوا ضد النظام في مظاهرات سلمية. وأيضا على كل الأحزاب والمنظمات وبالذات منظمات المجتمع المدني وبالذات الشباب والطلاب والنساء أن يجتمعوا سويا لكشف سياسات النظام إنه هو الذي يتحمل أوزار هذه الحرب. الرسالة الثانية، نقول لقيادات النظام والمؤتمر الوطني إن وجد كحزب إنه ما يحدث الآن يكفيكم، إن رأس النظام يشكل كارثة ولا يستطيع أن يقدم أي شيء وهو غير مقبول في المجتمع الدولي، ويعليكم قبول مطالب الشعب السوداني، وإن لم تقبلوا هذه المطالب فإننا سنحققها. والرسالة الأخيرة لشعبنا، نقول لشعبنا إن هذا النظام سيسحب وإن هذا النظام سيزغط، وإنه رغم المآسي التي سببها يجب علينا أن نتوحد جميعا ونسير في اتجاه إضغاط النظام.